الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين لازلنا نواصل كلامنا في حديث الامامه وهو الحديث الذي رواه ثقه الاسلام الكليني عن الامام الرضا عليه الصلاه والسلام حول الامام كمنصب وحول الامام كشخص يتبوا هذا المنصب يقول الامام الرضا عليه السلام في ختام هذا الحديث الشريف فهل يقدرون على مثل هذا فيختارونه او يكون مختارهم بهذه الصفه فيقدمونه تعدوا وبيت الله الحق ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون وفي كتاب الله الهدى والشفاء فنبذوه واتبعوا اهواءهم فذمهم الله ومقتهم واتعسهم الى اخر الحديث الشريف ذكرنا في الحلقات الماضيه استدلال الامام الرضا عليه الصلاه والسلام على لزوم كون الامام مصطفى من الله سبحانه وتعالى ومختارا واختياره بيد الله لا بيد الناس لأن الإمامة منصب أعلى من النبوة كما قال سبحانه وتعالى في إبراهيم "وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما" بعد أن نال إبراهيم النبوة والرسالة وبعد أن اختبره الله سبحانه وتعالى باختبارات صعبة واخرها كان اختباره بامره بذبح ولده اسماعيل بعد ذلك جعله الله سبحانه وتعالى اماما. فالامامه منصب فوق منصب النبوه ولذا بعض الانبياء ينالون مرتبه الامامه. وابراهيم عليه السلام لما دعا الله سبحانه وتعالى لينال ذريته الإمامة قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين فالإمام منصب رفيع هذا المنصب الرفيع هو عهد الله لا ينال عهدي وعهد الله إلى الله لا إلى الناس فينبغي ويجب أن يكون الذي يتبوأ هذا المنصب إنسانا له قابلية أن يكون إنسانا قابلا لهذا المنصب أهلا له كيف يكون هذا الإنسان أهلا لهذا المنصب إنما يكون باصطفاء الله سبحانه وتعالى لأن شروط تبوء هذا المنصب شروط لا يمكن لأي إنسان بجهده الشخصي أن يصل إلى ذلك، يحتاج إلى العلم الوافر بالشرع وبكثير من الأمور الأخرى، لا يتمكن الإنسان بجهده الشخصي أن يصل إلى تلك العلوم، أنت إذا صرفت كل وقتك في طلب العلم، تحصل قليلاً من العلم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً. ولعل كثير من هذه المعلومات ايضا خطا ليست صحيحه، لا تطابق الواقع، منصب الامامه بحاجه الى علم، وعلم من الله سبحانه وتعالى، هذا المنصب بحاجه الى عصمه لا يخطئ هذا الانسان، لا يذنب، لا يحتمل في حقه الخطا والعصيان. وهذه العصمة لا يمكن للإنسان بجهده الشخصي أن يصل إليها، يمكن الإنسان يربي نفسه ويواظب أن لا يذنب، يواظب أن لا يخطئ، لكن احتمال وقوعه في الخطأ كبير، ولذلك أكثر العباقرة عبقرية أخطأوا في بعض الأمور أو في كثير من الأمور. فإذا العلم العصمه التحلي بجميع صفات الكمال التي تتوفر في الانسان البراءه من جميع صفات النقص التي يمكن ان يبتلى بها الانسان هذا لا يمكن للانسان ان يصل اليه بجهده الشخصي اي واحد من عندنا بجهده الشخصي يمكن يحصل بعض الكمالات لكن كل الكمالات البشريه لا يمكن الإنسان بجهده الشخصي يمكن أن ينزه نفسه من بعض الرذائل. يمكن أن في نفسه بعض الرذائل لا يظهرها، يكتمها لا بأس. لكن أن ينزه نفسه من جميع الرذائل ومن جميع النقائص، هذا الأمر غير ممكن. فلذلك هذه الأوصاف تحتاج إلى اصطفاء من الله، يعني الله سبحانه وتعالى يمنحه العلم. يعصمه يحليه بالكمالات ينزهه عن النقائص فيكون قابلا لهذا المنصب لان الله حكيم لا يضع الفرد غير المناسب في المكان غير المناسب لان هذا خلاف الحكمه وانما الله سبحانه وتعالى يضع الفرد المناسب في المكان المناسب هذا الانسان اصطفاه وبعد الاصطفاء صار قابلا لأن يكون نبيا، صار قابلا لأن يكون إماما، صارت له القابلية لذلك فيضعه في المكان المناسب، يخلقه فردا مناسبا لمنصب يناسب ذلك الفرد لذلك المنصب، فإذا كان هكذا لا يمكن للناس أن يختاروا الإمام، أنت من وين تجعل هذا الإمام معصوما؟ مو باختيارك لا تتمكن من ذلك. من أين تمنحه جميع العلوم البشرية؟ لا يمكنك ذلك. من أين تجعل فيه جميع الكمالات وتنزهه عن جميع النقائص؟ ليس بيدك ذلك. فإذا لم يكن بيدك ذلك فلا معنى لأن يكون الاختيار بيد الإنسان. الاختيار من الله سبحانه وتعالى. زين تارة نقول هذا الشخص متعدد يعني الله سبحانه وتعالى مثلا اصطفى أربعة خمسة، احنا نختار من هؤلاء الخمسة ليس هكذا الله لا يصطفي عبثا انما الله سبحانه وتعالى يصطفي من يريد ان يعطيه هذا المنصب لأنه اذا اصطفى من دون ارادة اعطاء هذا المنصب ولا لجهة اخرى يكون العمل لغو الله سبحانه وتعالى منزه عن العبث وعن اللغو. فالله الذي يريد ان يجعله نبيا يصطفيه. الله سبحانه وتعالى الذي يريد ان يجعله اماما يصطفيه. فليس الافراد متعددين حتى انت تختار بينهم. اذا واحد هو قابل لهذا المنصب يعني الله اصطفاه ويريد يعطيه هذا المنصب. يعني مثلا في زمان رسول الله محمد صلى الله عليه واله. الله اصطفى محمدا جعله نبيا واماما واصطفى عليا واصطفى الحسن واصطفى الحسين عليهم الصلاه والسلام هؤلاء كانوا في زمان واحد الله اصطفاهم يعني اصطفى امير المؤمنين عليا واصطفى الحسن واصطفى الحسين عليهم الصلاه والسلام عليهم الصلاه والسلام اصطفاهم لانه اراد ان يجعلهم ائمه وجعلهم ائمه نعم هذا بحث اخر سياتي ان شاء الله في ضمن البحوث القادمه انه امامان في زمان واحد احدهما ناطق والاخر صامت. يعني مثلا في زمان الامام الحسن الامام الحسين موجود، الامام الحسين ايضا امام كان ليست امامته من بعد وفاه واستشهاد الامام الحسن، كلا في زمان الامام الحسن كان اماما لكن امام صامت يدعو الى اخيه. بعد وفاه واستشهاد اخيه صار الإمام الناطق. فعلى كل حال لا يمكن للناس أن يوجدوا هذه الصفات في أحد حتى يجعلوه إماماً. وليس هذا الفرد متعدداً نقول أفراد متعددين حتى نختار من بينهم، كلا. أي واحد إن اصطفاه الله سبحانه وتعالى اصطفاه ليجعله إماماً، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فإذا الاختيار بيد الله سبحانه وتعالى حصرا، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، كما انه في النبوة الله سبحانه وتعالى يصطفي ويختار الأنبياء، زين إذا اصطفى مجموعة كلهم أنبياء، مثلا اصطفى هارون واصطفى موسى، هارون كان نبيا وموسى كان نبيا عليهما الصلاة والسلام على نبينا وآله وهكذا الأنبياء الذين كانوا مع عيسى ويحيى مثلا عيسى نبي رسول ويحيى نبي الله اصطفى يحيى فجعله نبيا فجعله نبيا اصطفى عيسى فجعله فجعله نبيا رسولا ما خلى الاختيار بيننا أنه أنا اصطفيت هؤلاء مجموعة أنتم اختاروا واحد منهم نبي كلا كذلك بالنسبة إلى الأئمة فهل يقدرون على مثل هذا؟ يعني هذه الأوصاف التي ذكرت في البحوث الماضية من هذا الحديث الشريف، فيختارونه زين احنا هذا الشخص نوجد فيه هذه الصفات ثم نختاره، مثلا دولة ديمقراطية يحتاجون رئيس جمهورية تتواجد فيه هذه الصفات زين احنا نجي نربي واحد على هذه الصفات بعدين يرشح نفسه والناس ينتخبوه نقول هذا هل فيه الصفات اللازمة؟ نعم الناس انتخبوه؟ نعم هذه الصفات اللي في الإمام لا يمكن لأحد أن يصل إليها إلا باصطفاء من الله فهل يقدرون على مثل هذا فيختارونه؟ أو يكون مختارهم بهذه الصفات فيقدمونه يعني أشخاص متعددين لهم صفات العصمة والعلم المطلق والكمال من كل الجهات والتنزه من النقص من كل الجهات حتى يختارون واحد منهم كلا تعدوا وبيت الله الحق قسما بالكعبة هؤلاء تجاوزوا الحق يعني عندما رفضوا الإمام الذي عينه الله سبحانه وتعالى وذهبوا إلى هم عينوه هذا تعدي للحق كما أنه مثلا أهل نجد وتهامه في زمان رسول الله صلى الله عليه واله اختاروا مسيلمه الكذاب للنبوه تركوا رسول الله محمدا صلى الله عليه واله ولم يتبعوه واتبعوا مسيلمه زين هذا متعدي على الحق؟ نعم متعدي على الحق لان مسيلمه الله لم يصطفه الله لم يعينه هؤلاء الناس اختاروه للنبوه زين اختيارهم باطل وهذا النبي كان نبيا كاذبا كذلك اذا واحد ترك الامام الذي عينه الله وهو راح اختار امام هذا تعدي للحق والتعدي عن الحق نتيجته جهنم وبئس المصير تعدوا وبيت الله الحق ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون هذا تضمين لايه في سوره البقره نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون نبذوه يعني القوه خلفهم كنايه عن عدم الاعتناء لانه انت اذا بيدك شيء ما تعتني به تلقيه هكذا وراء ظهرك اذا تعتني به لا تلقيه هكذا هؤلاء لم يعتنوا بكتاب الله خالفوا الكتاب مو مهم يقول قال الله واقول فد بلاء ابتلي به به المسلمون الاجتهاد مقابل النص الاجتهاد في فهم النص معقول الله انزل ايه انا اجتهد في فهم معنى هذه الايه اجتهادا بالطريق الصحيح شنو الله يقصد بهذه الايه مو مشكله اذا ايه مجمله فيها ناسخ منسوخ عام خاص كذا اراجع الراسخين في العلم اخذ من الراسخين في العلم اذا ظاهر الايه شيء استفيد من ظاهر الايه اتدبر في الايه لا بأس لكن اجتهد مقابل الناس الله سبحانه وتعالى يقول الخمر حرام واحد يجي يجتهد مقابل الناس يقول لا الخمر حلال مثلا الله سبحانه وتعالى يقول الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة هذا يجي يجتهد يقول لا اسجنوهم الله سبحانه وتعالى عين الأئمة هذا يجي يجتهد يرفض تعيين الله سبحانه وتعالى هذا ضلال وليس اجتهاد هذا الاجتهاد الباطل الاجتهاد الصحيح الاجتهاد في فهم النص لمن توفرت فيه الصفات والشروط مثل الفقهاء يجتهدون في فهم الآيات والروايات بالطرق الصحيحة لكن واحد يجي يجتهد مقابل الناس يقول قال الله وأقول هذا النابذ لكتاب الله سبحانه وتعالى شنو فرق عن اليهود الذين رفضوا نبوة محمد صلى الله عليه وآله في التوراة كان مكتوب الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل كان مكتوبا في التوراة لكن رفضوا ما هو مكتوب في التوراه وحرفوه، زين هذا اجتهاد مقابل النص، اذا واحد من المسلمين يفعل هذا الفعل الرسول صلى الله عليه واله يقول: ويح عمار تقتله الفئه الباغيه، الرسول يقول: العلي مع الحق والحق مع علي. الرسول يقول: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، واحد يجي يجتهد مقابل كلام الرسول صلى الله عليه واله مقابل الايات القرانيه وبعدين نقول اجتهد لا هذا اجتهاد مقابل الرسول صلى الله عليه واله والرسول يصرح يقول في قضيه عمار يدعوهم الى الجنه ويدعونه الى النار يعني الفئه الباقيه كانت تدعو الى النار هذا اجتهاد باطل لا قيمه له وهو ضلال وليس يوصل الى الحق ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون. زين هسه نبذوا كتاب الله الى شيء يفيد يعني هذا استدلال عقلي، هسه انت تركت القرآن رحت الى شيء خلاف القرآن تستفيد لو ضرر لا القرآن هو فيه الهدى والشفاء اذا تشوف المسلمين الان في هذا الزمان في مصائب في محن في مشكلات لانهم تركوا الكتاب يمكن يحفظه يمكن يقراه بس ترك العمل به مثل الخوارج الذين كانوا يقرؤون القران الرسول صلى الله عليه واله يقول عنهم لا يتجاوز تراقيهم يمرقون من الدين هؤلاء حاربوا امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام ثم قتلوه مع انهم كانوا قراء للقران القراءة بدون عمل ومع المخالفة لا قيمة لها، القراءة مع العمل لها القيمة، القراءة بدون مخالفة لها القيمة. وفي كتاب الله الهدى والشفاء كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة فصلت قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. هو للذين آمنوا بس إذا واحد نافق لا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة هذا اللي يقرأ القرآن ولا يعمل به هذا اللي يقرأ القرآن ويخالف الرسول صلى الله عليه وآله ويخالف آيات القرآن هذا ظالم وهذا القرآن يزيده خسارة يعني شنو يزيد خسارة؟ يعني هو منافق في جهنم ويوم القيامة يحتج عليه أنت هذا القرآن اللي قرأته لماذا لم تعمل به قرأت القرآن لماذا لم تعمل به فيزيد يكون مزيد لعذابه ولشقائه القرآن هداية لمن اهتدى به أما إذا واحد ما يهتدي بالقرآن مخليه ديكور هذا يوم القيامة القرآن يشتكي عليه وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا إذا أنت تشوف الآن بعض المسلمين يرتكبون المجازر يرتكبون الحماقات يرتكبون أمور تندى لها جبين الإنسانية ويجي يقرأ القرآن أيضا هذا القرآن بريء منه كانوا يقتلون الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام ويكبرون والشاعر يقول ويكبرون بأن قتلت وإنما قتلوا بك التكبير والتهليل وفي كتاب الله الهدى والشفاء فنبذوه واتبعوا اهواءهم فعلوا هكذا الضرر يعود لمن هل الله سبحانه وتعالى يتضرر لا وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون الله سبحانه وتعالى هو المهيمن هو الذي اعطى الاختيار لهؤلاء لكن أساءوا الاستفادة الله لم يتضرر شيئا هم تضرروا الله عز وأجل أن يظلم من أن يظلم وإنما ظلموا أنفسهم نقصوها حقها هذه النفس التي كان يمكنهم أن يدخلوها في, جهن في, في الجنة بفضل من الله سبحانه وتعالى بإيمانهم وعملهم الصالح بسبب كفرهم أو نفاقهم وعملهم غير الصالح استحقوا العذاب الدائم، ظلموا انفسهم. فذمهم الله سبحانه وتعالى يعني لامهم ومقتهم يعني ابغضهم بغضا شديدا غضب عليهم واتعسهم يعني جعلهم في انحطاط وفي سفال وفي هلاك. في ايات قرانيه الله سبحانه وتعالى يقول: ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، ان الله لا يهدي القوم الظالمين. منو اكثر ضلالا من الشخص الذي يترك الايات البينات ويتبع هواه. ليش؟ لاجل ملذات ايام قصيره وتنتهي. هذا نظير منو؟ واحد الان جائع. وأمام طعام مسموم ولكنه طيب الطعم تفوح منه رائحة زكية زين إذا الإنسان عاقل يمنع نفسه من هذا الطعام المسموم لا يأكل يقول أتحمل الجوع ساعة ساعتين ثلاث ساعات يوم ولا آكل من هذا الطعام المسموم لكن إذا ما عنده عقل يأكل من هذا الطعام المسموم وهو في حين الآكل يلتذ لأنه طعمه طيب ريحة زكي يحس بالشبع والامتلاء يلتذ بس هاي اللذة وراها بعد كم ساعة عندما يبدأ السم يسري في جسمه ذاك الوقت يبتلى بالمرض إلى الموت هذا عاقل إذا واحد سمعنا هكذا فعل، يعلم بأن هذا الطعام مسموم لكن شهوته سببت أن يأكل من هذا الطعام، هذا عاقل؟ لا مو عاقل. وكذلك الذين يعصون الله سبحانه وتعالى لأجل الملذات الدنيوية. ووراء هذه الملذات الخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة. هؤلاء عقال، كلا. لذلك في الحديث الشريف العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان هذا هو العقل الذي يسوقك الى مصلحتك اما اذا ساقك الى ملذاتك التي تعقبها عذاب يعقبها عذاب ابدي هذا ليس عقلا ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ليش مقيده بغير هدى من الله؟ لان الهوى قسمان احيانا وغالب الاحيان الهوى خلاف الشرع لكن بعض الاحيان الهوى ليس خلاف الشرع، يعني انت ترغب في شيء وهو الشيء وهو شيء مشروع. واحد يرغب في الزواج، هواه مع الزواج والله سبحانه وتعالى امر بذلك، وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم وامائكم. لماذا تزوج؟ لهواه. لكن لا باس به لان الله امر به، لكن غالبا الهوى خلاف احكام الشرع، خلاف الشريعه. لذلك الله يقول: ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. زين هذا الانسان ظالم، والله لا يهدي الظالمين، ان الله لا يهدي القوم الظالمين. في ايه اخرى الله سبحانه وتعالى يقول: والذين كفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم في سوره محمد صلى الله عليه واله والذين كفروا فتعسا لهم الانحطاط والهلاك لهم واضل اعمالهم في الاخره لا ينالون الجنه بل يلقون في النار كل ما عمله في الدنيا من عمل اذا طاعات وعبادات فهي هباء منثور وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا كل صلوات باطلة في آيات أخرى حبطت أعمالهم صيام باطل أعمال باطلة الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا في عمل ما بنتيجة يوصل إلى النار وكذلك في الدنيا الذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم يمكن هو تلذذ أيام وصل إلى سلطة وصل إلى جاه إلى منزلة لكن الدنيا ليست ملذات أيام قليلة هذا جزء من الدنيا هذا الإنسان يبتلى بلعنة الله سبحانه وتعالى ولعنة المؤمنين اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون هسه تقول مثلا فرعون بمخالفته موسى كان ملك وهذه الانهار تجري من تحتي اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي زين مسلط ياكل ما شاء يتزوج ما شاء يفعل ما يشاء يسيطر على الناس زين هذا جزء من الدنيا وانتهى لكن شنو النتيجة أنه الآن آلاف السنين يلعنه المؤمنون الله سبحانه وتعالى لعنه في القرآن أجيب مثلا بنو أمية قتلوا الإمام الحسين حاربوا أمير المؤمنين عليا عليه الصلاة والسلام وتقول سيطروا على الملك ألف شهر كانت ملذاتهم موجودة ولكن هذا جزء من الدنيا انتهى، الان لعنة التاريخ تنالهم هذا غير عذاب الله سبحانه وتعالى في الاخره، والذين كفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم. في ايه اخرى الله سبحانه وتعالى يقول: كبر مقتا عند الله وعند الذين امنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. زين. الآية هكذا كلها: كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم. يعني الله سبحانه وتعالى اختار محمدا للنبوة صلى الله عليه واله، يجي يجادل. الله سبحانه وتعالى اختار عليا للإمامة، يجي يجادل. وما عنده منطق يقول اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب اليم. زين هذا يجادل في ايات الله يعني يريد ان يدفعها ويبطلها بغير سلطان اتاهم، ما لهم حجه من الله وانما مجموعه من المغالطات والعناد. كبر مقتا عند الله يعني غضبا عند الله سبحانه وتعالى يعني من الله يعني الله يمقتهم يمق يمقتهم مقتا شديدا وعند الذين امنوا ايضا المؤمنون يمقتونهم كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار يعني الله لا يهديه لماذا لا يهديه بالسوء اختيار هذا الانسان قلبه متكبر عن قبول الحق جبار يجبر الناس ويظلمهم يتجبر فقلب جبار قلب متكبر زين اخضع لله سبحانه وتعالى لا بالسوء اختيار لا يخضع زين بالسوء اختيار لا يخضع الله سبحانه وتعالى لا يهديه مثل تلميذ هذا التلميذ في المدرسة، المعلم يقول له ادرس، استمع إلى الدرس، ما يدرس، ما يستمع إلى الدرس. زين، المعلم يطيع علامة تسقطه في الامتحان. نقول للمعلم لماذا أعطيت له علامة سقطته في الامتحان؟ أنت تقدر شنو تقدر تطيع علامة يصعد إلى الصف الفوقي. يقول هذا بسوء اختياره لم يدرس، لم يستمع. وجاب النتيجة غير المناسبة فأنا سقطته في الامتحان الله سبحانه وتعالى ينظر إلى هذا الإنسان يقول له افعل لا تفعل افعل لا تفعل يتكبر, يتكبر 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 فالله سبحانه وتعالى يسقطه يعني ما يهدي يظل يتركه حتى يظل وصلى الله على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا بهذا ينتهي هذا الحديث الشريف وهو من عيون الاخبار ومن جلائل الاخبار التي تكون حول الامام والامامه استدلالا بالايات القرانيه وبدليل العقل نسال الله سبحانه وتعالى ان يهدينا واياكم للصواب هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين